تأتي استضافة الدولة لفعاليات هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء للعام الثالث على التوالي، تماشياً مع الجهود لترسيخ ركائز العلوم. أهمية استضافة الهاكاثون وما يصاحبه من أنشطة ترتبط بالتحديات المطروحة والتي تسهم في صقل مهارات الطلبة، وتأتي في إطار ما أنجزته الدولة من نجاحات متعددة في مجالات علوم الأرض والفضاء. هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء حدث فريد من نوعه يوم السنة الثالثة السنة هاي. طبعا الطلبة والشباب كانوا يتحدون في تصميم تطبيقات كثيرة التي تخص بعلوم الفضاء، ومن ثم طبعا في 10 أكتوبر بيكون النهائي والفايز بيكون بيروح للعالمية. التحدي الله يسلمك هو عبارة عن مبادرة عالمية في تاريخ 1-2 أكتوبر، العالم كله ينظم فعاليات مثل هذه اللي موجودة اليوم في جامعة دبي. هدفها إشراك المجتمع من كافة الجنسيات والأعمار والخلفيات في أنهم يقدمون حلول مبتكرة لتحديات تحددها ناسا. الهاكاثون الذي ينعقد للعام الحادي عشر يحظى بدعم ورعاية أكثر من 15 وكالة فضاء عالمية باعتباره أكبر مجتمع تكنولوجي متخصص في مجال استكشاف علوم الأرض والفضاء. أنا طالب دوم، كنت أحب المجالات المتعلقة بالفضاء، وهذا سبب اختياري لتخصصي. واليوم مشاركين في السبيس آب نتعلم أكثر وندور في مجال تحديات الفضاء والتحديات اللي تواجه شركة عالمية نفس ناسا، ونحاول هني إن شاء الله نحلها ونطمح للفوز بإذن الله. المسابقة تعطتنا نوع من أنواع التحديات المفتوحة على مستوى العالم، وإحنا تسلطنا الضوء على الكلايمت تشينج، التغير المناخي. التغير المناخي مشكلة عالمية جدا، فحبينا أنا وفريقي أن نبدأ نحل هذه المشكلة من دولة الإمارات. يذكر أن نهائيات الهاكاثون للعام الماضي شهدت تأهل فريق إماراتي بفكرة مشروع في مجال الأمن الغذائي، وذلك بعد أن وصل لمرحلة التحكيم الدولي ضمن أفضل 24 فريقا على مستوى العالم. وسيتم الإعلان عن الفرق المتأهلة يوم 10 أكتوبر للاستعداد للحدث العالمي للتحكيم. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي.